مشاهدينا الاعزاء تحياتنا لكم، عدنا لكم ورجعنا لكم على الهواء مباشره ببرنامج جوك عبر طقس العرب. معايا انا اسامه الجيتاوي، وبدنا نشكر الزميل محمد الشاكر، نقول له الله يعطيك الف عافيه. معلومات قيمه جدا بما يخص دوره حياه الاعاصير ومعلومات طقسيه بنحكي فيها يعني كثير. وعشان يعني دائما حديثنا عن الطقس، ويعني دائما كنا نحكي عن قيادة المركبات خلال فصل الشتاء ونصائح، ويعني أكثر من خبير استضفنا اليوم. يعني اسمحوا لي أرحب وأحكي صباح الخير للضيف اللي موجود معنا، صديقنا سند تحقاخوة، موجود معنا أكيد سند استشاري وخبير دراجات نارية، عضو مؤسس وشريك أيضا مؤسس لشركة بنزين. راح نحكي اليوم عن قيادة الدراجات النارية بفصل الشتاء بشكل موسع أكثر. أبو شركس صباح الخير سيدي. راسي والله صباح الخير. يا أهلا وسهلا، كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام. الحمد لله تمام. أنت إنسان صباحي، بتصحى الصبح عادي أمورك مية تمام؟ 100% 100% واضح من الطاقة سنة. أنا أقسم بالله لو إن شوي نهدى أكثر راح أسحل على الهواء، راح أنام يعني. سند يعني بداية ما شاء الله عليك من الشباب اللي كثير معروفين بوسط الدراجات، وما شاء الله ما حدا يعني بسوق دراجة نارية إلا بتحكي له سند تحقاخوة بقول لك أبو شركس علم. فإحنا اليوم يعني حابين انه نستغل وجودك معنا على الهواء مباشره. بحس انه الشتاء والدراجات لا يجتمعان، الشتاء والدراجات الناريه ما بيجتمعوا، صح هاي وجهه النظر او هاي النظريه ولا غلط برايك؟ هاي وجهه النظر كانت موجوده عندنا زمان لسه قبل ما نتعمق كاردنيين بقياده الدراجه اكثر واكثر، قبل ما نجرب ونسوق ونعرف ونعرف شو الصح وشو الغلط. تمام. كنا دائما نعتقد هاي الفكره انه ما بتقدرش تسوق عجلين على مي وكذا كل هاي الامور، بس بعد التجربه بعد ما انتشرت هذه الشغله وصارت الناس تسوق دراجات اكثر واكثر، اكتشفنا انه موضوع قياده الدراجه بفصل الشتاء شيء عادي جدا طالما انك متخذ اجراءات السلامه العامه، لابس اللبس المناسب وكل امورك تمام. تمام ممتاز 100%. سند نحكي شوي اكثر عنك، من زمان قد ايش صار لك بتركب دراجات ناريه؟ تقريبا صار لي تقريبا 5 سنوات للان عم بسوق بشكل يومي. تقريبا بشكل يومي انت يعني استغنيت من الناس استغنوا عن السياره واستخدموا الدراجه؟ انا ما بحب المسكر، انا بحب العجلين. استخدم العجلين وماشي عليها صيفا شتاء. سند صيفا شتاء طبعا لا شك لا يعني ما في غنى عن السياره اكيد في صحيح. في حالات معينه الواحد بيحتاج فيها، بس انا شو بفضل انا طبعا. يعني معظم وقتي اذا بدي اسوق بسوق الدراجه يعني. حلو. طيب نحكي اكثر بالتفصيل، كيف ممكن انا استخدم الدراجه الناريه شتاء وشو اللبس المناسب اللي راح يحميني، خصوصا هلا اقول في البرد عندك يعني الجاكيتات ما شاء الله تبعون الدراجين بتحمي وبتدفي والامور تمام. صح. ولكن انا بدي احكي بالاخص سند لما تكون الدنيا عم بتشتي يعني بتوقع صعب هذا على موضوع سائق الدراجه انه ممكن يسوق الدراجه، شو اللبس المناسب، شو الاجراءات المناسبه ممكن واحد ممكن يتخذها لما الدنيا تكون عم بتشتي واحنا بنسوق دراجه؟ اكيد. هلا اهم شيء انا بقول عشان ما توصل على الوجهه تاعتك وانت مسموم بدنك، اهم شيء انك تكون لابس لبس ما يفوت مي اذا كانت الدنيا عم بتشتي. تمام. وقبل هيك برضو اهم شيء انك ما تطلع بالارض لسه بتكون اول شتوي، الارض عم بتزحلق قاعد يعني، حتى بالسيارات الناس ما بتفضل يعني، الذكي بيقول لك لا انا ببعد عن هاي بستنى العشر دقائق تنضف الشوارع كذا مش عارف شو بعدين بطلع. تمام. فهي اول خطوه. ثاني خطوه زي ما قلت لازم تكون لابس لبس ما يفوت مي حتى تستمتع بالطريق تبعك او انك ما توصل مسموم بدنك. وفي شغلة كثير مهمة انه بالوقت اللي بتكون عم تشتي فيه الدنيا من العادة بيكون ال شو بيحكوا لها الفيزيبيليتي الرؤية بتكون محدودة. حلو. فيفضل انه الواحد سائق الدراجة يلبس اشي عليه عواكس، لانه بعد دراسة معينة بخصوص هذا الموضوع اكتشفوا انه مثلا الدراجات الرؤية تاعتها كثير اضعف من رؤية السيارات، خصوصا اذا كان الواحد لابس اسود وكذا لسه بيخف رؤيته اكثر واكثر من كان بالمرايه او بالشارع قدامه اذا كان على الهاي واي يعني على الطريق العام. طبعا. فاهم شيء انك تلبس لبس ما يفوت مي من كفوف، جاكيت بنطلون وبوت، وتكون لابس لبس فيه عواكس عشان تكون الرؤيه احسن يعني عشان طبعا. تكون ناس هلا يعني احنا بنعرف انه بجوز الاردن بشكل عام احنا جداد نوعا ما كدوله. صحيح. جداد نوعا ما على موضوع الدراجات تمام. عم نحس وهي دائما سائقين دراجات بيحكوا فيها، بحس بعض الاشخاص تشوفوا سائق دراجه بالشارع كانه شافوا يعني شيء كثير غريب،
شافوا لعبة شافوا إشي دحى هيك. ففي ناس للأسف عندها جهل بالتعامل مع سائق الدراجة صحيح. بالشارع في ناس بتلز عليه، ناس تعمل له باي باي وواحد تفوت تصور معه بعبطه ولا سمح الله بيقلبه يعني. كيف نصائح للناس اللي 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 بيشوفوا دراجات في الشارع؟ هلا شوي شوي أكيد الناس عم تأخذ على الموضوع، خلاص صار موضوع وجود سكوتر أو دراجة بالشارع سند طبيعي جدا مزبوط. ولكن في ناس لسه بتستهجنه، وفي ناس ما بتعرف تتعامل مع سائقين دراجات بالشارع، بتعرض حياتهم للخطر بعض الأحيان. صحيح صحيح مزبوط هذا الكلام. هلا الحمد لله انا في شغله بضل احكيها دائما للناس، بقول احنا يعني عم نوصل لمرحله انه انا كسائق سياره اذا مش اخوي بسوق دراجه صاحبي بسوق دراجه، اذا مش صاحبي بسوق دراجه بعرف واحد صاحبه بسوق دراجه كذا صح. فصرنا عم نكون اوعى واوعى، يعني الناس عم بتصير شوي شوي اوعى على هذا الموضوع صح. الناس قبل كانت تستهين شويه، تفكر انه مثلا وقعت الدراجه زي وقعت البسكليت يعني ما، بس طبعا الواحد بده يفكر بمنطقيه شوي لما واحد يكون ماشي على سرعه 60 كيلومتر على صح. سرعه الشارع مثلا 60 كيلومتر على الدراجه لا سمح الله وقع عنها يعني راح يتضرر بطبيعه الحال لو قد ما كان داير باله وكذا، طبعا يتضرر دراجته راح تتضرر شو ما كان كذا صحيح. ف بس اهم شيء يعني الواحد بس يعني بيركز زياده، يفتح عيونه زياده اكثر. الطريق هو مش فقط للسيارات ولا فقط للشاحنات ولا فقط للباصات، طريق للجميع يعني للمشاة، لسائقين البسكليت، لسائقين الدراجات الناريه، سيارات، باصات، كذا كذا كذا. فهي الشارع للجميع يعني مش بس محصور. عمرك تعرضت لموقف كنت بالدراجه وحدا لز عليك بده يمزح معك او بيتصور معك او مع اولاده بده يفرجي الدراجه فعبطك يعني هو ما قرب عليك؟ يا ما صارت والله تصير. يا ما صارت طبعا بتصير. في جزء كثير كبير كمان يعني على سائق الدراجه برضو انه هو يطلع من المأزق، انا بسميه مأزق، انه يطلع من المأزق اللي هو موجود فيه بالوقت الحالي، ولانه يعني مش كل الناس مركزه، مش كل الناس كذا. انت بدك تكون كسائق دراجة بده يكون انتباهك اعلى بكثير من وانت عم تسوق السياره صح. لهذا السبب انت لازم تكون تعرف تتعامل مع المواقف بطريقه شوي اسرع من ال تمام ممتاز 100%. خلينا نحكي بشكل صريح اكثر. كثير انا بقعد مع سائقين دراجات وكثير اصدقائي الكل يعني زعلان او متضايق بانه للاسف في كثير ناس ممكن بدناش نحكي دخلاء على موضوع سواقه الدراجات، ولكن في ناس للاسف شوهوا سمعه سائقين الدراجات خلينا نحكي الرفع، السرعه، التشحيط، الازعاج ببعض الاحيان، خلاص لانه الدراجه صارت متاحه لشريحه كبيره. العتاوله تبعون دراجات لقدام زعلانين انه للاسف عم بدخل ناس يسيئوا استخدام الدراجات، ما عم بيعرف يتعامل مع الدراجات بشكل يعني بروفيشنال، بشكل بيحترم الناس، بيحترم السكان، خصوصا موضوع التشحيط، موضوع الرفع سند، موضوع الاصوات، الصوت الكثير عالي والدعس بالليل وكذا. هل صحيح انه مؤخرا يعني موضوع سواقه الدراجات صاير في بعض الاشخاص عم بياثروا على 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 سمعه سائقي الدراجات؟ صح ممكن. هلا طبعا كل شخص بيمثل نفسه او العاخر اكيد طبعًا. بس زي ما انت حكيت فعلا كان في فتره صحيح. طلعت فيها هاي الشغله زياده. هلا لا شك انه هاي الشغله مثلا خلينا نسمي الرفع مثلا، هاي هوايه موجوده عند كثير ناس تقدر تسويها بس بمناطق مسكره، مناطق خصوصي لهذا الشيء، بدك سرعه مثلا في حلبات، في ناس بتعمل كل فتره وفتره يوم للحلبه بنزلوا وفي لهم سباق وقت وكذا وبيكسروا ارقام قياسيه بين بعض يعني وكذا نعم. فيعني هذا الاشي موجود بمناطق مخصصه لإله، ما فيش داعي الواحد انا برايي انه يتهور ويسوي هذا الاشي ويعرض حياته وحياه ناس ثانيين للخطر يعني بالشوارع العامه. في له مناطق خصوصي يعني ان كان الرفع او السرعه او كذا كذا كذا، كل هاي الامور بتقدر انك انت تفضي هاي الطاقات بمناطق مخصصه لهذا الشيء. يعني انا بدي احكي كمان اكد على وجهه نظرك، بس للاسف كثير بنشوف فيديوهات يعني القومات والسرعات هذا يعني ما بعرف بتأيد انه برضه كمان حادث الدراجه مهما كان خفيف بضل مؤذي بجوز 5-6 اضعاف من السياره. يعني لا سمح الله وقعت الدراجه ممكن تجيب لك اقل شيء لا سمح الله خلع او كسر بسيط او رضة. يعني زي ما نحكيها بلغتنا العاميه وقعت دراجه عاطله. يعني صحيح بتايدني بهذا الحكي 100% طبعا اكيد هو العاخر اللي بيحمي ربنا طبعا، لكن صح. الواحد بده يدير باله يعني بعدين يعني حياتك وحياه الناس مسؤوليه برضو برجع بقول يعني طبعا. اذا زي ما انت حكيت يعني زي ما انت تفضلت، فهي شغلات الواحد لازم يدير باله ولازم خلص خصص لها وقت معين بمناطق معينه كذا كذا كذا، لانه في ناس كثير عم تشتغل على دراجتها يعني عندك شرطه السير مثلا من الناس اللي عم بتسوق دراجتها كل يوم مثلا
عندك سائقين السكوترات اللي عم بيشتغلوا على الدليفري، عندك في ناس مستغني عن السيارة عم بتروح وتيجي على دوامها بالشغل، على دوامها كل يوم على الدراجة. فهدول الناس يعني هم مش 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 هاي مثلا سائق الدراجة يعني، عفوا هدول هم سائقين الدراجات مش الناس اللي عم تتهور وكذا. صح. زي ما انت تفضل. طيب بتنصح الاشخاص يستغنوا عن سياراتهم ويتجهوا باتجاه الدراجات كاستعمال يومي؟ والله كاستعمال يومي بصراحة تنصح، بنصح بهذا الاشي. كثير كثير بتخفف ازمة، بتريح نفسيتك كذا يعني، هو مشوار الدراجة لحاله شمت هوا بتحس يعني. وبتخفف الأزمة طبعا بالبلد، لأنه عندنا كثير عم تصير أزمة آخر فترة يعني، وبتوصل بتوصل أسرع. هذا الحلو بالدراجات، أنه طالما معك دراجة مستحيل تأخر على موعد. بالضبط، بحس زي هيك. سند الله يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا رب. بنفتخر فيه كل إخواننا سائقين الدراجات. إن شاء الله هيك تكون حكينا بس بشكل موسع أكثر عن قيادة الدراجة وفصل الشتاء، وزي ما تفضلت أنت في الآخر أنه إحنا الدراجة يمكن الإشي الوحيد اللي بمنع انه نركب دراجه، يمكن الثلوج الزحليق هاي الاوضاع ممكن شوي تكون صعبه، ولكن بباقي الفصول وبالشتاء لما تكون الدنيا تشتي وانا ماخذ احتياطاتي ولابس كويس بقدر اني استخدمها بشكل يومي. صحيح. والامور تكون 100%. شكرا على هذا اللقاء الرائع، شكرا على هذا المعلومات الفخمه سند، وان شاء الله بنلتقي فيك بايام جايه. بدي اشكر وجودك معنا. الله يسعدك، شكرا لك. اذا مشاهدينا الاعزاء كان معنا يعني صديقنا سند تحقاخوة، حكينا أكثر عن قيادة الدراجات بفصل الشتاء ونصائح بشكل عام لقيادة الدراجات.